أسأل حضرتك السؤال اللي بيحير الجميع، إزاي نحارب التقدم في العمر أو الشيخوخة؟ بصي، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا جهاز في جسمنا اسمه الهرميسيز. أوكي. إيه هو الهرميسيز؟ هو مش عارف لو شفتي تعبير نيتشه قاله زمان، What does not kill you make you stronger. ربنا خلق لنا الجهاز ده اسمه الهرميسيز، لازم الجسم يتحط عليه مايكرو ستريسز عشان يبقى احسن. زي مثلا المناعه، لو ما عيتيش مناعتك مش هتقوى. حقيقي حقيقي. لو ما اتمرنتيش عضلاتك مش هتتحسن. فانا اللي انا بقوله دايما، مشكله الشيخوخه وخصوصا في مصر هنا، اللي هو constant seeking of comfort. الناس دايما عايزه تنتخ، عايزه تريح. اللي يريح بيتعب وبيعجز. حقيقي. يعني انا دايما بقول لاصحابي مثلا، ما تقولش لجدك بطل تخرج، ما تقولوش بطل تشتغل، لان لو بطل يشتغل هيموت. ده الاساس. صح. ان انت دايت كويس والتمرين. طب دكتور، لو قسمنا كل فئه عمريه، يعني مثلا العشرينات نعمل فيها ايه، ثلاثينات، الاربعينات، نعمل ايه عشان نحافظ على نفسنا؟ بصي، العشرينات الشباب بيبقى صغير بالظبط، وعنده طاقه ومش فارق معاه اكل كويس ما اكلش، اتمرن ما اتمرنش، لسه صحته كويسه. بس لازم تبقي فاهم ان اللي انت هتعمليه في العشرينات هيبان عليك في الثلاثينات، واللي هتعمليه في الثلاثينات هيبان عليك في الاربعينات. سو تزرعي وبتحصدي في الاخر. هي دي، بصي، ملهاش حل تاني. لو انت عايزه يبقى شكلك كويس في الاربعينات، لازم تبداي as early as possible. كل ما تبداي بدري كل ما هيبقى احسن. فانا ده في رأيي الشخصي، من وانت صغير لازم تعمل بروجرام، لازم تدرب نفسك على الاكل الهيلثي، لازم تدرب على نفسك على ان التمرين شيء اساسي من حياتك اليوميه، زي الاكل والشرب والنوم والصلاه. طيب، في فئه العمر مثلا في الفورتيز بيبداوا ياخدوا حاجه اسمها جي اتش هرمونز، في لغط كبير قوي حوالين جي اتش، انت ايه رايك، هل مع او ضد الجي اتش؟ بصي، فكره الانتي ايجينج عموما، بس عشان نبقوا فاهمين، جزء منها ان احنا بنعمل لايف ستايل اللي هو التمرين والدايت، والجزء الثاني احنا بنسميه حاجه زي هرمون ريبليسمنت ثيرابي. يعني ايه؟ يعني البني ادم ربنا واحنا صغيرين خلق لنا هرموناتنا في ان بيرفكت شيب، يعني في تركيزات كويسه في ليفلز معينه. فكره الانتي ايجينج، الهرمون اللي يبدا يقل لازم نعمل له ريبليسمنت، وجزء منها هو بنعمل تعويض للجروث هرمون. ده اسمه علاج تعويضي، هرمون ريبليسمنت ثيرابي هو علاج تعويضي للهرمونات. فانا مثلا لو حد حللنا له لقينا عنده الاي جي اف 1 مثلا اللي هو بيانديكيت الجروث هرمون قليل، طبعا هنساعده جدا لو ادينا له جروث هرمون. بس طبعا زي اي حاجه، لو استخدمت صح هتبقى مفيده، انما لو استخدمت خطا وحصل لها ابيوز هتعمل. طب انت بتفضله في صوره انجكشنز حقن ولا بيلز؟ بص يا ست الكل، هو فيش جروث هرمونز وعباره عن بروتين، فما ينفعش تاخد بالبق، هيتهضم زيه زي حته لحمه. الجروث هرمون، او احنا لو هنخش في الحته دي قوي، هي ادفانس قوي دي، انت فاجئتيني ان انت دخلتي رايت يعني رايت تارجت على طول. يعني الجروث هرمون لو ناقص، في طريقتين ينفع نعملهم، انجكتبلز اوكي، ودي حقن بتتاخد تحت الجلد، وطبعا لازم تبقى تحت اشراف طبيب، لان لو استخدمت بصوره خطا ممكن تعمل مقاومه انسولين وتعمل مشكله. فتخيلي لو حد اوريدي عنده مشاكل في السكر، هيدخل في سكه ثانيه خالص للاسف. في طريقه ثانيه الغرب بيستخدموها، لان الجروث هرمون عندهم مش ليجل، فبياخدوا حاجه اسمها جروث هرمون سيكريتاجوجز، يعني حاجات بتتاخد حقن او بالبق، دي بتزود افرازاتك الطبيعيه. تمام. بتزودها يعني بشكل كبير. بشكل كبير جدا. اعتقد بياخدوها قبل التمرين، صح؟ بص، للامانه يعني الجروث هرمون سيكريتاجوجز، ولا انت بتتكلم على جروث هرمون؟ تعالي اقول لك الاثنين. الجروث هرمونز في مدرستين، في ناس بتاخدها قبل النوم لانها بتساعد على ان انت تنامي كويس جدا وتخش مرحله النوم العميق. محتاجاها دي يا دكتور كتير، كنت لسه بقول لك انا ما بنامش خالص، انا فامباير. انت بتظبطي نومك. ايوه. ولكن في مدرسه بتقول لو خدتي قبل النوم، احنا اوريدي واحنا نايمين في النون ريم سليب اللي هو النوم العميق، جسمك بيفرز كميه جروث هرمون كبيره. حقيقي. فانت لو خدتيه قبل النوم ممكن تفقدي الافرازات الطبيعيه بتاعتك. فعشان كده في ناس بتقول ممكن تاخديها الصبح عشان تحافظي على الافرازات الطبيعيه وتستفيدي بالجرعه الصبح. وفي كلتا الحالات لازم تحت اشراف طبي. طبعا بصي، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. طب انت بتحب نبدا الانجكشنز دي في اي فئه عمريه؟
لا تاني انا ما بتتقالش كده خالص خالص. ممكن بني ادم عنده 60 سنه ولسه الغده النخاميه بتاعته بتفرز افرازات كبيره فمش هيبقى محتاج ان هو ياخدها. هي ديت على حسب التحليل وبنحدد ولازم نبقى فيري كيرفول. على فكره الحته اللي انا قلت لك عليها الثانيه اللي هي البرشام او الحقن اللي بتخلي الجروث هرمون بتاعك يفرز ده مش محتاج روشته يعني بيتشرى على امازون عادي خالص ولكنه بيجوع قوي هو بيشتغل على هرمون الجوع حاجه اسمها هيدخل في سكه ثانيه خالص برضه هو بس بيزود جدا الافرازات الطبيعيه ومفيش اي اعراض جانبيه ليه ولكن بيخليك جعانه قوي فعشان كده الناس بتاخده قبل التمرين ده اعتقد بقى ده ما هتموتي وانت هتاكلي اللي بيتمرن جنبك بتاخد قبل النوم عشان ما تحسيش بالعرض الجانبي لو هو جوع. طبعا في ناس اللي هي رياضتها محتاجه تكبر قوي في الحجم دول ممكن هيبقى مفيد بالنسبه لهم ان هو بدل ما ياخد مش قادر ياخد 5 وجبات ممكن يزود وجبه.